السلام عليكم ورحمة الله، إخواني الكرام وأحبائي الأعزاء. اليوم بما أني لاحظت أن هناك صعوبة فيما يخص استعمال أداة البينت تول، أحببت أن أعطي شرح لكيفية موجزة من خلال العمل عليها على برنامج في برنامج فوتوشوب. نقوم الآن بفتح ملف جديد كما هو مبين، لا يهم المساحة لأننا أو المقاييس، لأننا سنقوم فقط بتجربة البين. هذه هي أداة البين تول، نختار من هنا بين تول. أولا البين تول لها مميزات عديدة كما ترون هنا، يمكنكم عمل أشكال مختلفة من ساحات، قياسات، حسب إرادتكم وما تحتاجون إليه في موضوع. بالنسبة لنا اليوم أو بالنسبة لهذا الشرح، سأقوم فقط بشرح كيفية التعامل معها بشكل مبسط. أولا كما ترون البين تولز تعطيك تحكم في اختيارات، بدل استعمال هذه الأدوات لاختيار مساحة أو غيرها، يمكنكم التعامل معها كما هو في الشكل. أولا عند ننشئ نقطتين ونبقي الإصبع على الماوس، ثم نحرك الماوس مع إبقاء الإصبع لكي نغير شكل أو مظهر القوس أو غيره مما نريد. يمكننا إضافة نقط هنا في وسط الخط أو إضافتها هنا كما هو الشكل هكذا. على حسب نوع الشكل. من بين الأعمال التي يمكن القيام بها كما هو معروف شكل منحنيات. ولتغيير مكان النقطة وليس المنحنى، النقطة نبقي الإصبع على كنترول ونحرك بالماوس في أي مكان، أي نقطة يمكن تغييرها. لتغيير شكل منحنى نغير. فبالنسبة لهذا الجانب الأيمن يمكن تغييره بشكل. كما هو مبين ترون التغيير في منحنى القوس الأيمن، وبالنسبة للشكل الأيسر يمكن استعمال هكذا مع إبقاء دائما الكنترول. عندما تضغطون على زر الكنترول ترون أن الأيقونة تتحول إلى سهم، مما يعني أنه يمكنكم التحكم في النقط. إذا ضغطنا على أول نقطة، يمكننا غلق الشكل الهندسي كما ترون. طيب النقطة أول شرح. الآن أريد أن أريكم كيف يمكن رسم المنحنى أو الشكل الذي قمنا به. أو قبلا هناك شكل أيضا. عندما نعود إلى النقطة الأصل دون التغيير في المنحنى هنا، نرى الشكل أنه أعطى قوس هنا، لكن هناك إمكانية أن نضغط على الزر Alt لنقطع المنحنى السفلي، ثم نضغط على الزر الأولي على النقطة الأولى فيعطي الشكل التالي، وذلك حسب ما تريد القيام به. الآن نريد أن نرسم الشكل التالي. مثلا نختار البروش التي نريد العمل عليها، أنا أختار 4، ثم نذهب عمل لاير جديدة لكي أتعود على عمل لكل شكل اللاير. نذهب إلى هنا، يا إما أننا
أننا نغطي أو نغطي المساحة بلون معين، أو نعمل ستروك، أو يعني مما يعني نرسم فقط الجوانب كما هو هنا. هذه تعديلات يمكنكم التعامل معها لاحقا، لأن لن نهتم بها في الدرس التالي. هذا فيما يخص ستروك. سنلاحظ عند الاختيار الثاني ماذا سيحصل. نغير اللون مثل الأحمر، هذا هو الشكل. ثم نحذف الباد فيصبح عندنا الشكل التالي، وهو ما يمكنكم قيم الإضافة عليه. العين مثلا نضيف إليها أسود، فنحذف هو أعطانا عين. الآن سنقوم بالذهاب إلى تطبيق الدرس أو جزء من الدرس لكي أريكم الشكل. أولا نقوم بعمل ملف جديد مقاسات 800 680 680. كما هو مبين نقوم بتقسيم الشكل نصف 800 400، ونصف 680 304. يمكنكم إضافة أجزاء حسب مدى رغبتكم. حسب ما تريدون. أولا نقوم بإنشاء دائرة الذي هو الشكل المبين. هذا الشكل ثم نملأه. اسمها الدائرة. الآن أول استعمال لاير جديدة الخد. نقوم نقطة جديدة هنا، نضيف نقطة أولى هنا، ثم نقطة مع إبقاء الزر على الماوس لنغير شكل أو منحنى الخد. ثم بعدها نأتي إلى هنا إلى المنتصف. أولا نغلق المنحنى، ثم نذهب للرسم الشكل، نحذف بالنسبة للأذن هنا نكتب الخد،
الأذن. الأذن حسب تصور كل شخص أو كيفية إرادة أو كيفية عمل الأذن الخاصة بالأنمي أو حسب الشخصية، فيمكنكم القيام بآذان أو آذان شريك التي أسميها آذان شريك كما هو الشكل فقط كمثال أو إضافة للدرس. هذه آذان شريك، أو يمكننا القيام ب نحرك الأذن قليلا. إضافة لاير نسميها الأذن، عذرا لأني أشتغل باللغتين الفرنسية والأذن. المراد بالمبدأ الأساسي أن نقوم بإعطاء شكل لشخصيتنا كما يظهر لنا الآن. سنقوم بتزيين، سنبقى في نفس اللاير، لن نغير اللاير لكي نكمل الأذن. سنذهب فقط لتغيير البروش إلى 2 ستروك. هذه طريقة مبسطة، لأن هناك طريقة أخرى أكثر أصعب قليلا، لكني فقط ارتأيت أن يكون الشرح مبسط، لأن المستوى متوسط، ولأني لا أتوفر على ماوس خاصة، فقط أعمل بماوس النوتبوك. هنا سنقوم بستروك جديد. ستروك يمكنكم اختيار أشكالكم حسب مخيلة كل شخص فيكم. الآن أتممنا الأذن، سنذهب إلى العنق، لذلك نضيف لاير جديدة نسميها العنق. سنقوم
سنغير إلى 4. ولازلنا في العنق، بالنسبة للعين، هناك أشكال كثيرة للعين حسب الشخصية. أنا فقط سأريكم بالنسبة للعين. ممكننا يمكنكم اختيار الشكل حسب ما تريدون طبعا. عفوا نسيت ضيف عنق العين ثم التغيير فوق. هكذا ولا زلنا في العين، سنضيف الحاجب. إلا أني سأقوم قبلا بإضافة حاجب هنا. الحاجب دائما حاولوا أن تغلقوا. حاول في الباب. ربما لم نحذف. الباد الأصلية، لذلك سنحاول الذهاب إلى الغير وإعادة الشكل. في الباد أسود، سنقوم بشكل أسود ثم نضيف ستروك.
نحذف بالنسبه للعين. هناك اشكال متعدده كما قمت به في الدرس التالي، يمكنكم تغيير الاشكال على حسب الشخصيه، اختيار سواء شخصية غاضبة كهذه، أو إمكانكم اختيار أعين نسائية. مع إضافة ما هو مراد إضافته، سواء الرموش لاعتناء النساء بالرموش أو غيرها. على العموم هذا أول شيء، أول تطبيق سنقوم بهذا العين لكي أكمل لكم الشكل. سأعود لأنني لم أتذكر. أوبس. التغيير. دائما هكذا، ثم بعدها يمكنكم إضافة دائرة. بالنسبة للحاجب
بالنسبة للحاجب كما تبين في الشكل، سواء هكذا أو أني لن أعيد نفس الشكل. على العموم الآن المهم هو حذف الدائرة لكي يظهر لنا شكلنا. لكن قبلا سنحذف، سأقوم بنسخ الجزء الأيمن سأضيف فقط لإعطاء الشكل. بالنسبة للشعر، فهناك طريقة، سنحاول البدء من هنا. سيظهر أن الشكل غير مطابق، أو هناك تداخل للخطوط، لكن الخطوط ستظهر عند التلوين، لأن هناك خصال تصعد فوق بعضها البعض. المهم أن تكون لديكم مخيلة واسعة. ثم نفس الشكل، مثلا بالنسبة للشعر العلمي.
المهم شكلكم أنتم، لأني لم أقم بعملي كما يجب. إلى هنا أستودعكم وأترككم لأرى باقي تطبيقاتكم. شكرا.